بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريا ديالنا تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة ولله الحمد. اخوان ديالنا بروتيج شي حاجة، اللهم بارك. ها هو عاد وصل، كاين هذا الحجم كبير وكاين هذا الحجم صغير. هادو الاخوان انا جربتهم. باركي باركي، واش هادو الاخوان انا جربتهم شي حاجة، اللهم بارك. هذا الصغير بعد الكاليتي ديالو حاجة مزيانة، ها هو عندنا مركب في القصبة، كاليتي حاجة مزيانة. هذا الصغير انا كنعدل به جوج القصبات، اللي كيعرف يلوي غيلوي به جوج القصبات، واللي بغى عنده القصبة يجي يلوي وكنعدلهم له باطل، والثمن يعني ثمن جد مناسب. وهذا الكبير راه تبارك الله كما كتشوفوا يعدل لك تن اربع هاد القصبات اذا عرفتي تلويهم، كبير بزاف يعني. هذا البروتيج مهلي بزاف هاد المرة. وكما كنقول لكم دائما كاينه الكونتيتي الحمد لله، شحال ما بغيتو من حبه عندنا موجوده، شحال اللي بغى 500000 حبه من الصغيره من الكبيره ها هي عندنا موجوده ان شاء الله الكريم. والثمن جد مناسب، لا بالجمله ولا بالتقسيط، الثمن جد جد مناسب. شي حاجه اللهم بارك، كاليتي واعره بزاف على حسابي، حاجه مزيانه. ديه ما عجبكش رجعوا لي، رجع لك الفلوس ديالك انا، اللهم بارك. والرولو راه كبير بزاف، راه عدل لك 4 حتى 5 د القصبات الا عرفتي دلويو بهم القصيبات. والقصاب كاملين بحال 4 د متر 20، بحال 4 د متر 50، بحال 5 د متر، لان القاع ديالهم القصاب اللي كيكونوا طوالين كيكونوا زايدين من الفوق، ما كيكونوش زايدين من التحت. هذه قصبه 4 د متر 50 وهذه قصبه 4 د متر 20، يعني قد قد نفس المسافه، حتى 5 د متر، حتى 5 د متر ها هي 5 د متر نفس المسافه، يعني ما كاينش كيعدلوا القاع ديالهم وصافي. وهذا ما كان الاخوان، تحياتي لكم، اللي بغى شي حاجه مرحبا، كاين كميه صغيره وكاين الكبير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.